بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة مهمة جدا لأن عندنا فيها تفاصيل وكواليس وأحداث عديدة وكثيرة في الشأن المحلي والشأن الدولي. دخلنا كمان في المراحل الحاسمة لمباريات كأس العالم فيفا قطر 2022، يمكن في هذه اللحظات مباراة المغرب وأسبانيا في دور الثمن النهائي. بالتوفيق يا رب لأسود الأطلس لتحقيق نتيجة كبيرة والتأهل لدور الثمانية، وتحقيق مفاجأة ونتيجة للمنتخبات العربية تكون جديدة بإذن الله لكل المنتخبات العربية والقارة الإفريقية في كأس العالم في الدوحة. كمان هنتكلم على مباراة الأهلي وغزل المحلة غدا في استعدادات في قائمة بالنسبة للفريق. سفر الفريق النهاردة لإقامة معسكر والمبيت في كفر الشيخ قبل خوض مباراة المحلة غدا الساعة 5 بإذن الله. ربنا يوفق الأهلي بإذن الله. 3 نقاط مهمة جدا، وكمان النهاردة عندنا كواليس وأخبار مهمة جدا بخصوص الحالات التحكيمية وحالة الجدل اللي موجودة في السوشيال ميديا بخصوص مباراة الأهلي وطلائع الجيش، رغم أن كان في نفس الحالات التحكيمية أيضا في مباراة الزمالك والمصري، ولكن البعض عايز يصدر كده دايما أن في بعض الحالات اللي ممكن الأهلي يستفيد بيها. لكن النهاردة هنتكلم على كواليس متعلقة بضربة جزاء مباراة الأهلي وطلائع الجيش، قرار محمد عادل، تدخل حكم تقنية الفيديو الفي آر وائل فرحان، رأي كلاتنبرج، وكل ده هنستعرضه النهاردة في حلقة اليوم من برنامج الترند اللي بقول لكم النهاردة فيها كواليس وأخبار مهمة جدا خلال الفترة اللي جاية. لكن بسرعة نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة اليوم، وسؤال حلقة النهاردة عن مباريات دور الـ16 وختام مباريات ثمن النهائي لكأس العالم في هذه اللحظات، مباراة المغرب وأسبانيا. عايز أعرف توقعاتكم للنتيجة، وبالليل إن شاء الله مباراة البرتغال وسويسرا الساعة 9 برضو، توقعاتكم لنتيجة هذه المباراة. شاركوا معنا في الإجابة على السؤال من خلال صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام، وفي الفقرة الأخيرة أستعرض أكبر قدر من توقعات حضراتكم. لكن بسرعة نروح لأهم العناوين. في ترند الأهلي، الأهلي يختتم تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة المحلة، وكمان الفريق يدخل معسكرا مغلقا بكفر الشيخ، ومن معسكر كفر الشيخ إلى ترند المونديال، رقص البرازيليين يثير أزمة في البطولة. أنا استعرض كمان هذه الجزئية ورأس السامبا في مباراة كوريا الجنوبية معانا ترند المونديال، والنهاردة عندنا تفاصيل أكثر بخصوص كأس العالم. النهاردة يمكن استعراض مباريات اليوم، منذ قليل انتهت مباراة الدوري المصري، مباراة المصري والبنك الأهلي، وانتهت بالتعادل السلبي 0-0. مباريات اليوم في كأس العالم، المغرب وأسبانيا في هذه اللحظات انطلقت المباراة والشوط الأول ما بين كلا الفريقين على استاد المدينة التعليمية، وكل التوفيق يا رب لأسود الأطلس في تحقيق نتيجة ومفاجأة كبيرة وتعويض الخسارة أمام أسبانيا اللي حدثت في مونديال روسيا 2018. في السهرة قد تكون المباراة الأخيرة لكريستيانو رونالدو على المستوى الدولي في حال إذا فازت سويسرا على البرتغال، لذلك مباراة اليوم مهمة جدا لكل عشاق كريستيانو في متابعة هذه المباراة، مباراة البرتغال وسويسرا في آخر وختام مباريات دور الـ16 لمباريات كأس العالم فيفا قطر 2022. دي مباريات اليوم، سواء المباريات الدولية أو حتى المباريات المحلية. أخرج لفاصل، وبعد الفاصل نرجع لفقرة الكواليس والأخبار والمعلومات، فقرة ترند الترند. أهلا بحضراتكم من جديد وفقرة ترند الترند. النهاردة عندنا كلام عن أزمة التحكيم بشكل عام اللي بالبعض بيحاول يثيرها في بعض الحالات التحكيمية اللي تحديدا بتكون في مباراة الأهلي، رغم أنه ممكن تحصل حالات تحكيمية في مباراة الفريق المنافس لكن تعمل نفسك مش شايف ومش واخد بالك. أول ما تكون في حالة تحكيمية ما فيهاش حتى هفوة ولا لمسة بتحاول على طول تعمل فيها شكوك وإثارة بلبلة وأحاديث كمان جانبية، وممكن تألف فيها قصص وسيناريوهات وحوارات كلها أساسا بعيدة تماما عن الواقع والصحة. أنا بقول الكلام ده وببدأ بيه كلامي ليه؟ لأن أنا امبارح شفت فيديو بدون أو بغض النظر عن مين اللي كان بيتكلم، يعني الناس ابتدت تألف قصص وحكايات ما بين حكم الساحة وحكم الفي آر، يعني الناس بقت تألف قصص وتألف سيناريوهات. وائل فرحان قال لي محمد عادل إيه؟ فمحمد عادل رد عليه قال له لا مش هاجي أشوف اللعبة، وكل الكلام اللي اتقال ده كان كله كلام هري أساسا، وأنا مش عارف إزاي اتحاد الكرة بيسكت على الكلام ده أو لجنة الانضباط، لأن دي بعض المعلومات اللي ممكن تعمل بلبلة وبتثير الجدل في الوسط الرياضي. بل بالعكس البعض ذهب كمان وقال ان يتحدى لجنة الحكام لو أذاعت
المحادثات اللي ما بين حكم الملعب محمد عادل مع حكم الفي ار وائل فرحان في مباراه الاهلي وطلائع الجيش. لكن النهارده الاتحاد او لجنه الحكام اعلنت تعليق رئيس اللجنه مارك كلاتنبرج على الحالات التحكيميه في مباريات الاسبوع المنقضي، وكان الختام على مباراه الاهلي وطلائع الجيش. تعالوا نسمع ونشوف مارك كلاتنبرج قال ايه على الحاله التحكيميه اللي البعض حاول يعمل فيها اثاره شويه، رغم ان الحاله كانت واضحه جدا، ممكن نختلف في واحده او اتنين، لكن في النهايه في عرقله تمت، او ايا كان بقى تطلع الاولى الثانيه، بس في عرقله تمت. تعالوا نشوف كلاتنبرج قال ايه، لان بعد ما نسمع ونشوف كلام مارك كلاتنبرج عندي كلام مهم جدا في هذه الجزئيه، عشان البعض بيحاول يعني ياخد الملعب شويه لسكه الاهلي والحالات التحكيميه اللي ممكن تكون في مباريات الاهلي، ويغض النظر شويه او الطرف على بعض المجاملات اللي ممكن تحصل للفريق المنافس على مدار اخر سنتين وفي دوري هذا الموسم. نتابع ونشوف. طيب ايه الكواليس اللي بتحصل في مساله عرض الحالات التحكيميه وتعليق مارك كلاتنبرج على الحالات التحكيميه؟ عشان بقى نقول للناس المعلومات اللي محدش بيقولها في اي حته، وما بنقولش احنا سيناريوهات ولا بنالف قصص زي ما البعض بيحاول يالف قصص خلال الساعات الاخيره. مارك كلاتنبرج حاليا موجود في الدوحه بيحلل مباريات كاس العالم، فبالتالي مش بيتابع كل مباريات الدوري ولا بيشوف الماتشات على الهواء. فايه اللي بيحصل؟ تامر دوري المسؤول عن تقنيه الفي ار في لجنه الحكام بيختار عدد من الحالات التحكيميه اللي البعض ممكن يكون شايف ان فيها اثاره للجدل، او الحالات اللي ممكن الفي ار يتدخل فيها، وبيقطع هذه الحالات وبيبعتها لمارك كلاتنبرج يتفرج عليها. كلاتنبرج بيعمل ايه؟ بيتفرج على الحاله وبيسمع الحوار والمحادثه اللي ما بين حكم الملعب وحكم الفي ار، وبيقول رايه كخبير تحكيمي او كرئيس لجنه حكام في هذه اللعبه. بعد كده بيعمل اجتماع اونلاين مع كل الحكام اللي اداروا مباريات الجوله او مباريات الاسبوع في الدوري، وبيقول لهم تعليقه على ادارتهم، وبيدي درجه التقييم للحكام في جلسه الاونلاين بوجوده وبوجود الحكام وبوجود ايضا كمان اعضاء لجنه الحكام وعلى راسهم محمد فاروق وتامر دري واحمد ابو العيله. وبالتالي الحالات التحكيميه راحت لمارك كلاتنبرج، شايف ان الجول الاول لطلائع الجيش الفار دخل بشكل سليم، وبالتالي التسلل ما كانش موجود وهدف طلائع الجيش سليم، وشاف ان ضربه الجزاء سليمه، وشاف كمان ان الهدف اللي اتلغى لطلائع الجيش كان لمسه يد واضحه جدا، وتدخل الفي ار كان مميز من الحكم وائل فرحان. ولكن لعبه ضربه الجزاء هي اللي اثارت جدل شويه في الوسط الرياضي، وده اللي خلى لجنه الحكام تاخر شويه فكره ان هي تطلع الحاله بالمحادثه اللي تمت ما بين الحكم وحكم الفي ار، لان البعض امبارح مش هقول اجتهد، البعض امبارح كان حابب، او هو شخص امبارح حب يالف سيناريو وقصه من وحي الخيال، ويقول اصل وائل فرحان اعترض على قرار محمد عادل وقال له تعالى شوف اللعبه ما فيهاش ركله جزاء، ومحمد عادل قال له لا انت بتقول ايه، دي الكوره ضربه جزاء وانا مش هرجع ابص للحاله التحكيميه. كل الكلام ده كلام فاضي وكلام هري وقصه. انا اعتقد يعني اتحاد الكوره لو عايز يحافظ على المسابقه لازم يحاسب الشخص ويحاسب الناس تطلع تقول الكلام ده وبتالف قصص وسيناريوهات من وحي الخيال ملهاش اساس من الصحه. اولا المحادثه طلعت، يعني اولا المحادثه طلعت، وفكره ان حكم الفي ار يقول لحكم الساحه تعالى شوف راجع في ضرب الجزاء ده مش في البروتوكول اصلا. المحادثه بالظبط اللي تمت كانت ازاي؟ بعد محمد عادل ما حسب ضربه جزاء على عمر رضوان نتيجه اعاقه برونو سافيو، حكم الفي ار تدخل في اللعبه وقال لحكم المباراه حكم الساحه تعالى في احتماليه لضربه الجزاء، في احتماليه ان الكره دي مش ضربه جزاء. وبالتالي محمد عادل قال له في ايه بالظبط؟ وهو رايح من الملعب لغايه شاشه الفي ار كان بيتكلم معاه وبيتناقش معاه، لغايه لما وصل فوراله اللعبه قال له انا شايف، ده بقى رؤيه حكم الفي ار وائل فرحان بيقول له انا شايف ان عمر رضوان احتك باحتكاك طبيعي ورجليه نزلت على الارض وبالتالي ما اصطدمش ببرونو سافيو. فراح محمد عادل قال له لا انا شايف في اصطدام وانا شايف في ضربه جزاء. لكن البعض يقول لك ايه اصل عادل راح وما كملش 4 ثواني، بس من قبل ما يروح كان في حوار اساسا ما بين حكم الملعب وحكم الفي ار، وبعد كده جاب له اللقطه وبص عليها محمد عادل قال لا انا شايف انها ضربه جزاء والقرار سليم. وفي النهايه القرار على فكره لحكم الساحه، حكم الفي ار كل دوره ان يقول في احتماليه هدف او احتماليه لالغاء الهدف، احتماليه لركله جزاء، احتماليه مفيش ضربه جزاء، احتماليه تسلل او مفيش تسلل او كارت احمر، حالات اللي احنا عارفين تدخل الفار بيبقى الحالات اللي نص عليها قانون الايفاب. وبالتالي ده بروتوكول واضح
والبروتوكول الناس كلها عارفاه، مفيش حاجه اسمها تعالى بص وانا اقول لا انا مش جاي. احنا مش بنلعب دوره رمضانيه في شارع، يعني عيب ان يطلع البعض او يطلع امبارح شخص يقول لك ان كانت في خناقه، الكلام ده ما بيحصلش. وبعدين المحادثات دي بتروح لمجلس الايفاب، والمحادثات دي بتسمعها لجنه الحكام، عمره ما بيحصل حاجه زي كده. حكم الفي ار يقول لحكم الساحه انت حاسب حاجه غلط تعالى بص عليها، ما بيقولوش كده اصلا، هو بيقول له في احتماليه كذا، بيعرضه في القرار بيقول له في احتماليه كذا، وحكم الساحه ما ينفعش يقول له مش هاجي، لا لازم يروح يبص عليها. بس وهو رايح لغايه لما بص على اللعبه كان بيتناقش مع حكم تقنيه الفي ار، واول ما راح وبص على اللعبه ما خدتش 4 ثواني. ليه؟ لان هو حكم الفي ار وائل فرحان لما عرض له اللعبه قال له الحارس نزل او لعب بشكل طبيعي ورجليه نزلت على الارض ما اصطدمتش ببرونو سافيو. فالتاني رد عليه قال له، او محمد عادل رد عليه قال له انا شايف في ضربه جزاء وفي احتكاك، وقال له كملي اللعبه لغايه الاخر، وشاف ان في احتكاك وفي اصطدام وبالتالي حسب ضربه جزاء. وبالتالي المحادثه طلعت، يعني اللي قال لك انا استحاله المحادثه تطلع واتحدى ان هم يطلعوا المحادثه، المحادثه طلعت. هل هتعتذر على كم الافتراءات والكذب اللي قلته امبارح في مساله ان كان في خلاف وده عايز يبص على اللعبه والتاني يقول له لا مش جاي ابص على اللعبه وكاننا بنلعب دوره رمضانيه وبنلعب في الشارع؟ هل هتعتذر على الكلام المغلوط اللي انت قلته امبارح عشان تعمل حاله جدليه او تحاول توحي للبعض ان محمد عادل بيجامل الاهلي؟ الناس كلها عارفه والتاريخ والناس كلها فاكره كلمه او لفظ الاحتواء اتقال في مباراه القمه ما بين الزمالك والاهلي، وقاله بنفسه الكابتن محمد عادل، هو اللي قاله بنفسه. هتحاولوا بقى تغيروا التاريخ وتثبتوا انه عادل بيحاول يجامل الاهلي؟ لا مش صح. وهتحاولوا تقولوا ان الحالات التحكيميه بيبقى فيها خناقات وجدل وحكم اتوقف وحكم ما توقفش عشان ضربه جزاء لصالح الاهلي او ضد الاهلي؟ الكلام ده مش صح. يبقى بالتالي الراجل طلع وحلل الحاله وشرح ضربه الجزاء فين بالظبط. ضربه الجزاء ما كانتش في الاول في مساله اكرم توفيق، ولا في الثالثه في موضوع احمد عبد القادر، كانت في برونو سافيو، والاصطدام كان واضح جدا. ورؤيه حكم الفي ار قبل ما استعرض الخبر الموجود على الشاشه، رؤيه حكم الفي ار ان الاحتكاك طبيعي طبقا لتعليمات مارك كلاتنبرج، لان دي بقى مشكله ما بين الحكام حاليا، مش عارفين الاحتكاك امتى يبقى يتحسب وامتى ما يتحسبش. طيب من ضمن الكلام اللي اتقال برضو امبارح عشان السيناريو يبقى يعني محبوك بشكل كويس، اتقال لك ايقاف وائل فرحان حكم الفي ار. طيب المعلومات اللي عندي ان لغايه اللحظه دي لجنه الحكام لم تخطر اي حكم بايقافه اسبوع ولا اتنين ولا شهر. مفيش حكم تم اختاره رسمي انت موقوف لغايه اللحظه دي. ثانيا لو لجنه الحكام استبعدت حكم مثلا زي وائل فرحان من الاسبوع اللي جاي، ممكن تكون شايفه من وجهه نظرها ان وائل فرحان اخطا في مساله استدعاء حكم الفي ار، فبالتالي انت اخطات في لعبه فممكن تريح الاسبوع اللي جاي. لكن ايقاف لمجرد ان هو اعترض على محمد عادل بالسيناريو اللي اتحكم امبارح، لا مش صح. انا باكد لكم ان اللي اتحكم امبارح في احدى القنوات وعن طريق احد الزملاء ان الايقاف بسبب احتدام الخلاف ما بين او النقاش ما بين وائل فرحان ومحمد عادل، الكلام ده غير صحيح. الايقاف اذا تم او انت لما بتستبعد حكم في الاسبوع التالي بتستبعده انه ممكن يكون استدعى الحكم في لعبه، هي ضربه جزاء سليمه. لان في نفس الوقت لو بصينا على المباراه، قرار التسلل اللي خرج من حكم المساعد التاني الفي ار كان مميز فيه، وفعلا الكوره كانت هدف. وفي نفس الوقت الهدف التاني لطلائع الجيش اللي جه في الوقت القاتل لما حسبوا الحكم محمد عادل، الفي ار لغاه. وبالتالي كانت في قرارات كده بشكل ايجابي كويس، وكانت في قرارات خاطئه، وده بيبقى وارد في بعض المباريات. ولكن ان حكم يتوقف نتيجه خناقه البعض حاول يصورها ويقول سيناريو ليها، انا بقول لكم الكلام ده مش حقيقي. ولو في ايقاف بيبقى ايقاف لاسبوع او الاسبوع اللي جاي نتيجه خطا فني في المباراه. ولكن السيناريوهات اللي اتحكت امبارح وان البعض بيحاول ياخدنا في سكه ان محمد عادل جامل الاهلي، اعتقد رئيس اللجنه طلع وشرح واستعرض المحادثه اللي ما بين حكم الفي ار وحكم الملعب عشان الناس تسكت وتبطل تألف، لأن أعتقد إحنا مش في مرحلة تأليف سيناريوهات ونألف قصص عشان نعمل مشاكل تحكيمية في مباريات الأهلي. مباراة الزمالك والمصري أعتقد يعني بما فيها من أحداث سواء حالات تحكيمية أو أحداث خارج الملعب كفيلة إن إحنا ممكن نقعد نتكلم فيها لغاية آخر الموسم. لآخر الموسم كفاية. وأختم بها كلامي الجملة ديت، رابطة الأندية خلفت اللائحة اللي هي مضي عليها ولم توقع عقوبات
في مباراه الزمالك والمصري. بصوا على لائحه رابطه الانديه وبصوا على قواعد السلوك مكتوب فيها ايه، وانت تعرفوا مين اللي تم مجاملته في الاسبوع الماضي ومين اللي تم منع اي عقوبه عليه الاسبوع الماضي. وبالتالي ما تاخدوناش من سكه فرض عقوبات لم تتم وتدخلونا في حالات تحكيميه وجدل تحكيمي مش محتاج اي مساحه، لان الحاله واضحه والقرار واضح والاهلي فاز بالثلاث نقاط. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع ونتكلم عن اخبار الاهلي. النهارده كان في تدريب صباحي والفريق سافر الى كفر الشيخ للدخول في معسكر استعدادا لمباراه غزل المحله غدا باذن الله. طيب النهارده كان في تدريب صباحي لفريق النادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر استعدادا لمواجهه غزل المحله غدا. المباراه صعبه جدا والمباراه قويه، وكلنا عارفين مباراه الاهلي والمحله لما بتبقى في المحله بتبقى مدى صعوبتها وقوتها جايه ازاي، في ظل كمان ده بكره المباراه بحضور جماهيري، واعتقد يمكن طبقا للبيانات اللي صدرت بخصوص حجز التذاكر يمكن تذاكر الاهلي نفذت قبل حوالي يوم ونص من طرح تذاكر هذه المباراه. هنشوف بكره بقى الحضور الجماهيري وشكل جمهور الاهلي باذن الله، ونتمنى باذن الله يكون الحضور الجماهيري مميز وتشجيع مثالي دايما زي ما بنشوف دايما من جمهور النادي الاهلي في الفتره الاخيره. النهارده التدريب زي ما قلت لكم صباحا قدامكم على الشاشه يمكن لقطات حصريه من جزء للمران الصباحي وتدريبات ميشيل يانكون مدرب الحراس مع حراس المرمى علي لطفي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير. نتمنى لهم التوفيق يا رب، ويمكن الاهلي السنه دي في الدوري الحمد لله النتائج والحفاظ على الشباك نظيفه، يمكن الاهلي اكتر فريق فيه كلين شيت بالنسبه لانطلاقه مباريات الدوري هذا الموسم. من الاخبار الجيده النهارده ايمن اشرف انتظم في التدريبات الجماعيه بعد تعافيه بشكل كامل من الاصابه اللي تعرض لها خلال الفتره الماضيه. ايمن اشرف شارك في التقسيمه الجماعيه بصوره طبيعيه، وكان خاضع لبرنامج تاهيلي داخل النادي عقب الفحوصات الطبيه اللي اجراها في النمسا الفتره اللي فاتت. الكل كان متخوف لا قدر الله ممكن ايمن يحتاج عمليه جراحيه، يحتاج برنامج تاهيلي فتره اطول، لكن الحمد لله يمكن مش محتاج غير برنامج تاهيلي بسيط. وتاكدت جاهزيه ايمن للمشاركه في المباريات الفتره اللي جايه من الناحيه الطبيه بعد جاهزيته بشكل كامل. بكره المباراه الساعه 5، نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في خوض هذه المباراه. النهارده يمكن مارسيل كولر معودنا الفتره الاخيره بيختار القايمه وما بيعلنش القايمه، يمكن بقى في اليوم التالي يوم المباراه لما بتنزل صوره للاعيبه المستبعده من المباراه نقدر بنعرف بقى ساعتها مين اللي دخل القايمه مين اللي خرج من القايمه. لكن لغايه اللحظه اللي بكلمكم فيها ان شاء الله يعني مارسيل كولر واخد معظم القوه الضربه للفريق. كلنا عارفين طبعا طاهر تعرض لاصابه بجزع في الرباط الداخلي فبالتالي مش هيكون موجود لمده 4 اسابيع، لكن محمد عبد المنعم ان شاء الله يكون موجود، محمود متولي، حمدي فتحي، عمرو السوليه، قدامكم عمار حمدي اعتقد لسه شويه على مساله التواجد في المباريات الفتره اللي جايه. لكن باذن الله ان شاء الله ربنا يكرم الاهلي الفتره الجايه، بيرسي تاو موجود، محمد شريف، حسام حسن، معظم العناصر الاساسيه والتشكيله الاساسيه هتكون موجوده في مباراه المحله. قلت لكم يمكن الفريق النهارده اتمرن صباح اليوم قبل ان يستقل الحافله عقب انتهاء التدريب، يمكن التدريب انتهى حوالي الساعه 2:30 والفريق سافر على طول لمحافظه كفر الشيخ، هيبقى في مبيت هناك في احدى الفنادق القريبه من مدينه غزل المحله. النهارده مارسيل كولر هيعمل محاضره بالليل، وبكره ان شاء الله هيتحرك قبل ميعاد المباراه بحوالي 2:30 من كفر الشيخ الى المحله عشان يتواجد في استاد غزل المحله قبل 1:30 من ميعاد المباراه. علي معلول عايز اقول جمله مهمه جدا. علي معلول خلص مشواره مع منتخب تونس ولعب المباراه الاخيره قدام منتخب فرنسا، جه في الميعاد التزم بالمواعيد اللي حطها له الجهاز الفني اول ما منتخب تونس يخرج من كاس العالم، انتظم في التدريبات، موجود ان شاء الله في مباراه بكره، موجود في المعسكر، لا اتاخر بقى ساعه ولا اتاخر يوم ولا توقعت عليه لائحه ولا الكلام اللي انتوا بتسمعوه ده في اماكن تانية. في نظام، في سيستم، في لعيبه بتحترم المواعيد وبتحترم الاهلي وبتحترم الجهاز الفني وبتحترم الفرقه اللي هي بتلعب فيها. ان شاء الله باذن الله يكون علي من العناصر الاساسيه، ويمكن البعض كان متخوف بعد مباراه فرنسا يكون في اصابه، يمكن علي لعب اخر ربع ساعه كده وكان بيمشي بالعافيه، لكن انا طمنتكم بعد المباراه على طول وتواصلت عن طريق احد اصدقائنا في الاتحاد التونسي اللي كان موجود مع علي معلول وطمني ان علي الحمد لله خرج سليم. وبالفعل علي جه وانتظم في التدريبات، مفيش اي برامج تاهيليه الحمد لله، مفيش اي اصابه عضليه، وباذن الله يستعين بيه مارسيل كولر
في مباراة المحلة بكرة بإذن الله. عايز أقول لكم ثلاث نقاط مهمة جدا بالنسبة للأهلي. قدامنا كمان عدد من اللعيبة، قدامنا برونو سافيو يمكن أفضل لاعب في الجولة الخامسة من مباراة الدوري، التدريب الجماعي للاعبين قريب بإذن الله، كمان هنشوف كهربا إن شاء الله بإذن الله أحد اللعيبة المهمة اللي هتكون في العناصر والتشكيلة الأساسية للنادي الأهلي خلال الفترة اللي جاية. في كلام أكتر على بعض اللعيبة سواء حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد مجدي أفشة، كل ده بالتأكيد هنروح نشوفه من خلال ترند الأهلي، ولكن بعد الفاصل. أخرج على فاصل وبعد الفاصل نروح لترند الأهلي ونشوف اللي اتكتب على الأهلي في السوشيال ميديا. اهلا بحضراتكم من جديد وترند الاهلي، ونشوف اللي اتكتب على الاهلي في السوشيال ميديا، وفي تفاصيل كتير قوي كانت محل اهتمام السوشيال ميديا بخصوص النادي الاهلي. اول حاجه معايا الحساب موقع الاهلي دوت كوم كتب نقلا عن موقع سكاي نيوز: سيلتيك مهتم بضم أفشة وبدا محادثاته مع الاهلي. وقالوا كشفت شبكه سكاي سبورتس نيوز البريطانيه الشهيره عن وجود اهتمام من جانب نادي سيلتيك الاسكتلندي بضم محمد مجدي أفشة لاعب خط وسط النادي الأهلي. يمكن سكاي سبورتس قالت أن الأهلي أو سيلتيك بيجوب العالم بحثا عن المواهب، وقام بإرسال الكشافة إلى دول من بينها كوريا الجنوبية وإيران والإمارات ومصر، وبيفكروا في ضم محمد مجدي أفشة. طيب تعالوا نشوف الرد، ولكن من خلال موقع يلا كورة. حساب يلا كورة من خلال مصدر قالوا، المصدر اللي قال يعني، ليس هناك عروض لأفشة وكولر لم يطلب رحيله. تفاصيل الموضوع مكتوب فيها ايه بالظبط؟ الجهاز الفني للاهلي تمسك بوجود أفشة وعدم رحيله، والمصدر في تصريحات خاصه ليلا كوره قال ان كولر لم يتحدث او يطلب باي شكل رحيل أفشة. النادي لم يصل له اي عروض سواء رسميه او شفويه لضم اللاعب او حتى استعارته، وكل ما يتردد غير صحيح. من الوارد ان يكون في اتصالات تمت مع وكيل اللاعب او شيء مقارب لذلك، لكن النادي لم يتلقى اي شيء. احنا بنتعامل مع الامور الرسميه، وأفشة احد عناصر الفريق الاساسيه. الكلام اللي جاي ده بقى مهم جدا. المصدر قال في تصريحات ليلا كوره، مصدر من الاهلي: نعرف من وراء تلك الامور، هناك من لا يرضيه حاله الاستقرار الفني والاداري التي يعيشها الفريق، خاصة بعد الفوز بكأس السوبر وصدارة الدوري بالعلامة الكاملة، وبيحاول انه يصدر قلق وأزمات غير صحيحة للفريق. ما عندناش أي أزمات الحمد لله، كل اللعيبة عندنا واخدين مستحقاتهم رغم الظروف الصعبة، هنجدد كمان للرباعي اللي عقودهم هتنتهي بنهاية الموسم الحالي، وكولر لم يطلب استبعاد أو رحيل أفشة أو غيره، ولن نسمح لأحد بتصدير الأزمات للفريق. كلام مباشر وواضح جدا، ولو في ايدي اعرف مين المصدر واشكره على الهوا هشكره شكر كبير جدا، لان بصراحه جاب من الاخر وانهى الكلام بشكل رائع جدا. واعتقد ما بين السطور الكلام ممكن الجمهور يفهم مين اللي بيطلع الكلام ده والهدف والغرض منه ايه. طيب نروح كمان لحساب في الجول، خبر في الجول: طاهر محمد طاهر يغيب 4 اسابيع عن الاهلي بعد تعرضه لجزع في الرباط الداخلي للركبة. يمكن طاهر اتعرض لإصابة في التدريب، والنادي الأهلي أعلن غياب طاهر خلال الفترة اللي جاية. طب الوطن سبورت بيتكلم عن 3 ألغاز أمام كولر قبل صراع الصدارة مع غزل المحلة. 3 ألغاز في إيه بالظبط؟ أولا الدفاع وإصابة طاهر. يمكن إصابة طاهر ممكن تربك حسابات كولر، لأن مسألة البديل هنشوفه خلال مباراة بكرة، وده تبقى حيرة بالنسبة لكولر منذ أن تولى مسؤولية الأهلي. كولر بيفكر في أنه يعتمد على عبد القادر في مركز الجناح الأيسر بدلا من طاهر، مع وجود أوراق رابحة على الدكة زي بيرسي تاو وحسين الشحات. السبب الثاني في حيرة كولر بالنسبة لخط الدفاع: ممكن يدفع بالثنائي منعم ومتولي بعد شفائهم وعودتهم للمباريات في الفترة اللي جاية ولا لأ، خاصة بعد مباراة الجيش ما ظهر كده فيها بعض اللقطات اللي ممكن يكون مساحه لكولر ان يرجع تاني لتشكيلته الاساسيه ويلعب بمنعم ومتولي مكان ياسر وربيعه. لسه هنشوف ده من كولر خلال الفتره اللي جايه. اكتر حاجه، وده بقى اللغز الثالث اللي ممكن يزود حيره كولر، عوده علي معلول. هل يستكمل مباراه المحله بمحمد اشرف اللي لعب مباراه الجيش، ولا يدفع بعلي معلول اللي لسه راجع من كاس العالم من بدايه المباراه؟ عموما كل ده هنشوفه بكره، والساعة 5 هنعرف التشكيل الرسمي، وهنشوف الأهلي هيلعب مباراة المحلة بأي تشكيل من وجهة نظر مارسيل كولر. طيب نروح كمان لحساب يلا كورة ومصدر ليلا كورة: الأهلي يقرر تجديد عقود الشحات
وربيعه وياسر وايمن. وانا كنت بتكلم معاكم في الخبر المتعلق ب قفشه والمصدر اللي في الاهلي طلع واتكلم على ان مفيش مشاكل، بل بالعكس احنا كمان هنجدد للرباعي. مصدر في يلا للاهلي ليلا كوره اكد نفس الكلام وقال ان الاهلي رايح في اتجاه ان يجدد للرباعي حسين الشحات، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، فبالتالي لا مجال لاي مساحه لاثاره البلبله او ازمات داخل الفريق. النادي بيجدد عقود اللعيبه، وفي النهايه القرار الفني في مساله مشاركه اللعيبه بيرجع لمارسيل كولر. ممكن اجدد عقود الرباعي ولو كولر شايف ان في حد يطلع اعاره يلعب سنه ما عندناش مشكله، لكن فكره ان انا استغنى عن اي لعيب الفتره الجايه ده شيء مش وارد، واعتقد الامور واضحه جدا لجماهير النادي الاهلي بخصوص هذا الامر. كمان المصدر قال نقطه مهمه جدا، الامور دي تمت ما بين لجنه التخطيط في اجتماعها مع حسام غالي والكابتن محمود الخطيب في اجتماع تم يوم الثلاثاء الماضي، وهيتم فتح ملف تجديد عقود الرباعي بعد جلسه هتتم ما بين امير توفيق مدير التعاقدات مع الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره عشان يتم حسم هذا الملف. اللعيبه دي موجوده على ذمه الفريق، بالتاكيد بيكونوا مع الكابتن سيد كمدير كوره، بيجي امير توفيق مدير التعاقدات بعد ما ياخد الضوء الاخضر من لجنه التخطيط والكابتن محمود الخطيب، ويبدا يتعامل في مساله تجديد عقود اللعيبه خلال الفتره اللي جايه. وبالتاكيد في النهايه القرار الفني مهم جدا في هذه الجزئيه من مارسيل كولر، لكن القايمه بتبقى من حق النادي الاهلي. طيب نروح لاخر حاجه، والنهارده ذكرت الكونفدراليه 2014، اول بطوله كونفدراليه دخلت للاهلي بعد الفوز على سيو سبور الايفواري. كانت زي النهارده الشروق ركزت على في مثل هذا اليوم الاهلي يتوج بالكونفدراليه الافريقيه للمره الاولى في التاريخ. النهارده 6 ديسمبر 2022 زي النهارده في 6 ديسمبر 2014 يعني من 8 سنين الاهلي فاز بالكونفدراليه على حساب سي سبور بهدف مقابل لا شيء بعد ما خسر في كوت ديفوار ابيجان بهدف مقابل هدفين، وكان هدف قاتل لعماد متعب بتمريره حريريه من الحاوي وليد سليمان، واول بطوله كونفدراليه جت في تاريخ النادي الاهلي. اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل نرجع للجزء الاخير من برنامج الترند، ترند المونديال، ونشوف كاس العالم واخبار المونديال على السوشيال ميديا. كاس العالم فيفا قطر 2022، المنتخبات العربيه والافريقيه صنعت الحدث. طيب نبدا مع بعض ترند المونديال واللي اتكتب في السوشيال ميديا خلال الساعات الاخيره على احداث كاس العالم والبطوله السنه دي، ممتعه وساخنه في جميع التفاصيل. نبدا مع بعض وفي الجول. في الجول اهتم بفيديو مهم جدا ظهر على السوشيال ميديا لسامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني، واللي اعتدى بالضرب على اليوتيوبر الجزائري سعيد مأموني بعد ان ساله الاخير هل قمتم برشوه بكاري جسامة في مباراه الجزائر. يمكن مأموني ظهر في فيديو لاحق من مركز الشرطه واعلن عن تقدمه ببلاغ ضد ايتو في الاحداث التي وقعت عقب مباراه البرازيل وكوريا. كواليس الموضوع ايه بالظبط؟ بعد مباراه البرازيل وكوريا الجنوبيه يمكن خرج سامويل ايتو من ملعب 974 وكان بيلتقط بعض الصور التذكاريه مع الجماهير اللي كانت موجوده امام الملعب. قيس فجاه لقى حد بيصوره بكاميرا فيديو وبيكلمه على بكاري جسامه ومباراه الجزائر والكاميرون الشهيره اللي كانت في تصفيات كاس العالم وتاهلت من خلالها الكاميرون الى مونديال الدوحه، واللقطات التحكيميه المثيره للجدل اللي كان بسببها موجود الحكم الجنبي بكاري جسامه. يمكن في كل الاحداث اللي فيها الكاميرون بيظهر دايما يمكن رواد او مستخدمي السوشيال ميديا واليوتيوبرز في الجزائر وبيحتكوا سواء بسونج او بصامويل ايتو واتكلموا عن هذه الجزئيه. ايتو ما تمالكش نفسه في هذه المره، يمكن في على هامش القرعه حصلت نفس الازمه، لكن المره دي يمكن الموضوع احتدم اكتر، وشفنا في الفيديو يمكن ايتو اعتدى على اليوتيوبر الجزائري وحصل احتكاكات، وحسب الاخبار اللي جايه من الدوحه ان اليوتيوبرز الجزائري سعيد مأموني قدم بلاغ في مركز الشرطه ضد صامويل ايتو. هنشوف الفتره الجايه الحدث ده ممكن يسفر عن ايه بخصوص مستقبل ايتو في الكوره العالميه. نروح كمان لحساب يلا كوره، وفي تصريح مهم جدا لروي كين النجم الايرلندي واللي اتكلم فيها على احتفالات منتخب البرازيل بالراس. قال لا اصدق ما ارى، انا لو احب هذا اعتقد انه عدم احترام الخصم. اربع اهداف وهم يقررون نفس الامر في كل مره، حتى مدربهم رقص معهم، لم يعجبني ذلك. يمكن ده تصريح مهم جدا من روي كين نجم ايرلندا تعليقا على راس السامبا في مباراه كوريا مع كل هدف، وحتى مشاركه تيتي نجم او مدرب البرازيل معاهم في
في هذا الموقف. طب تعال نشوف تيتي مدرب البرازيل رد عليه وقال ايه. نقرا على يلا كوره تصريحات لتيتي مدرب البرازيل اللي رد فيها وقال: راس اللاعبين ما هو الا اظهار للفرحه بالهدف والسعاده بالاداء، لا يوجد تفسير اخر، لم يكن هناك اي اهانه للخصم، لاعبين صغار في السن واحاول التكيف مع لغتهم وجزء من لغتهم هو الرقص. بصراحه انا اتفق مع تصريحات تيتي مدرب البرازيل ومستغرب من تصريحات النجم الايرلندي روي كين. انت بتجيب جون في كاس العالم، حاجه يعني مهمه جدا وكبيره جدا، وبتلعب في مباراه فاصله ومؤهله، اكيد مع كل هدف لازم ترقص وتحتفل، ومشاركه المدرب مع اللعيبه ده شيء مهم جدا لوجود الانسجام والتفاهم ما بين المدرب واللعيبه، في ظل ان تيتي مدرب كبير في السن فبيحاول يقرب اكتر من سن لعيبه البرازيل. طيب كوره 11 وتصريح لفرينك دي يونج نجم منتخب هولندا، واللي قال ايقاف ميسي، طبعا كلنا عارفين الماتش الجاي الارجنتين وهولندا، ايقاف ميسي انا اعرفه لكني لا اعرف كيف اوقفه، لقد كان يصنع الفارق منذ 15 عاما وليس هناك طريقه واحده لمنعه. يعني هنشوف مباراه الارجنتين وهولندا، ودايما كده في صراع ما بين الارجنتين وهولندا في كاس العالم، سواء في 98 في 2014 مره الارجنتين تكسب مره هولندا تكسب. هنشوف مباراه دور ربع النهائي اللي جايه مين هيكون ليه الغلبه، والطريق كده رايح بينا لمباراه لاتينيه في السيمي فاينال ما بين البرازيل والارجنتين لو البرازيل تخطت كرواتيا والارجنتين تخطت هولندا. طيب في الجول نقل تصريحات ل ديموريفز وقال فيها اقصاء ميسي سيضع العالم اجمع في حداد، نحن نلعب من اجل 16 مليون هولندي. ديزل دوميفرز لاعب هولندا قال توابع اقصاء ليونيل ميسي هتبقى على العالم، بل غايته الاكبر هي اسعاد الشعب الهولندي. يعني ممكن تاثير غياب ميسي هياثر على العالم لكن هيسعد بالتاكيد الشعب الهولندي. اما اذا كان يدرك انه عندما يقصي ميسي فانه لا يضع الارجنتين فقط في حداد، قال لا ده بالعكس، اقصاء ميسي مش هيضع الارجنتين بس في حداد، ده هيضع العالم كله في حداد، لكن في نفس الوقت في 16 مليون هولندي هيكونوا سعداء بخروج الارجنتين واقصاء ميسي من الدور ربع النهائي. طيب حساب اليوم السابع، وكلنا عارفين الازمه الصحيه اللي بيتعرض لها النجم البرازيلي والاسطوره بيليه، لكن هنا حساب اليوم السابع على الفيسبوك اللي قال احفاد الاسطوره بيليه سيموت بعد فوز البرازيل بكاس العالم. يمكن نفت عائله بيليه اسطوره الكره البرازيليه مجددا ما تردد بانه بات قريبا من مفارقه الحياه بعد تقارير تحدثت عن عدم استجابته للعلاج الكيميائي في مستشفى بمدينه ساو باولو. وحفيده بيليه قالت ان جدها سيموت يوما ما، ولكن بعد ان يفوز البرازيل بكاس العالم السادسه في تاريخه. طبعا بيليه مريض وحالته صعبه، لكن الحمد لله حتى هذه اللحظه هو على قيد الحياه. طيب نروح للمشاركات، وكلنا عارفين ان في هذه اللحظات انتهت احداث الشوط الاول ما بين اسبانيا والمغرب، والتعادل السلبي ما زال قائم بين كلا الفريقين، الشوط سلبي ولم يحرز فيه اي اهداف. اسبانيا كان ليها الغلبة شوية في الاستحواذ، لكن المغرب عاملة مباراة كبيرة وضيعت هدف مؤكد من خلال نايف أكراد في الدقيقة 40. طيب التوقعات بقى، داليا الكابتان وقالت أتمنى المغرب تعمل مفاجأة وتفوز على أسبانيا. هو طبعا ماتش مش سهل، بس المغرب تقدر إن شاء الله، وكلنا مع المغرب، ديما مغرب. نروح لأحمد فتحي بيقول المغرب أسبانيا 2-1 للمغرب، البرتغال سويسرا، البرتغال هتفوز بضربات الترجيح. نتمنى التوفيق يا رب الأسود الأطلس في التأهل إلى مرحلة الدور ربع النهائي وتحقيق إنجاز للكرة العربية والإفريقية في مونديال الدوحة. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والمشاهدة، وكل التوفيق يا رب للأهلي في مباراته غدا أمام غزل المحلة. لقاء جديد بإذن الله الأسبوع القادم من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء.